نيت في بالها غادي اللي اذا هذه العمليه هي جريمه او محاوله جريمه بسبب اصرار يعاقب عليها القانون لانه محاوله جريمه مثل جريمه. ما فهمناش انايا دابا تقرب الديربي عباش بغاو يزيدوا في الاثمنه، ما عرفتش راه لاعبين مع الوداد، راه ما لاعبينش مع العين الاماراتي ولا لاعبين مع والماتش ديال البرازيل وما كانش بحال هكا، عمرها ما كانت كاع في التاريخ. اما حنا بالنسبه لينا حنا كوداديين ولا كجمعيه وداديه راه حنا راه بعدا حنايا غندوي حنا على راسنا، حنا راه ما حاضرينش بعدا، حيت ما يمكنش واش دابا غيدير هو لاباس على سميتو على طريق الوداد ولا كيف ما كان قال فاش راه واش در الرئاسه قال غنديروا ميسا، راه هي ميسا راه باغي يدير ميسا في الديربي هذا باغي يدي كاع الفلوس، راه عيب وعار، راه ماشي حنايا راه لاباس علينا ولا كل شيء. 30 درهم بركه، الوداد في عز الازمه ديالها وفي ضد الاهلي، واحد تحيه اجراء وتقدير للسي سعيد النصير اللي خلاها ب 30 درهم، اما 100 درهم واش باغي تدخل كاع المداخيل على حساب الوداد؟ هما الوداد هما هذوك مقاطعينك، مقاطعين كاع الوداد اصلا، ما غاديش يمشيو دابا راه كيدرسوها، وكنتمنى يخرج شي قرار باش الجمهور ما يمشيوش يخليو ليهم كاع ديك جيتهم خاويه، نشوفوا واش هما غيقدروا على 100 درهم ولا ما يقدروش عليها. بعدا اصلا بعدا ما فهمناش بعدا هذا الماتش هذا الويكلو، ما خص يكون فيه لا جمهور لا والو، شوف اشنو طرا بيناتهم. حتى ولا كاين الجمهور قال لك هذاك زون 6 حيت مع هذاك سادينان، يعني فهذاك يحيدوا لهم توما من جهه وحده. هو دابا المشكله راه ما بقاش دابا هذاك في الاثمنه، الا دابا عطاو دابا 18200 تذكيره ديال جمهور الوداد على حساب الزون 2 والزون 4، راه الزون 2 فيها تقريبا شي 3000 ديال الكرسي، وباش الا قلنا فريمي جا فيها 8000 كرسي، يعني راه 11000 تذكيره اللي غادي تخصص، يعني بقات من 18200 بقات 7200، 7200 تاع التذكيره فينا هي؟ فين غتكون؟ واش غيتزاحموا؟ واش طرا شي فيتنا؟ راه غطرا شي مزجاره غادي طرا، شي مزجاره غادي طرا، حيت ما راه ما يمكنش هذا العدد كامل غادي يدخل، راه تيقلبوا على شي فضيحه ولا تيقلبوا على شي حاجه اللي عشان نقول لك اللي لا يحمد عقباها. راه خاصهم هادي كيدارسوا الامور لا من ناحيه الثمن ولا من ناحيه زون 6، الا ما كان الا كانوا خايفين على الجمهور يحيدوا لهم تاهما داك من الزون تاعهم، يخليوش داك كيما بدل المستطاع الدارجه الى الجمهور مغموع، وراه الجمهور فين ما مشى راه جمهور راه كبير، راه جمهور حتى واحد راه ما غادي يقد عليه جمهور الوداد، ولكن باش تجي انت يا السي الرئيس تاع الرجاء ودير 100 درهم للكرياج، راه شنو نقول لك؟ راه ما عرفتش نقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فضل هذا سيدنا رمضان وغالى الأسعار، ما عرفتش نقول لك راه لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا غادي نوجه واحد الرسالة لجمهور الوداد اللي هما ذاك الفريق ديالنا، يعني على حسب ذيك البلاغات اللي قريت مقاطعين هما ذاك هما سميتو هذيك المباراة، كنتمنى بصح هذيك يقاطعوا ما يحضروش. أنا بعدا من ناحيتي أنا كنحضر أنا للتيران، أنا من ناحيتي أنا لا حنايا ولا الأوفياء ديال الوداد ديالنا ما حاضرينش حنايا، راه بالله عليك واش 100 درهم تذكيرة ديال التيران والبرازيل والمغرب وما كانش كاع واقيلا بهذا الثمن هذا، راه حشومة وعيب وعار. وبالنسبة لرسالتي لجماهير الفريق الرجاء وخاصة سميتو الرئيس ديالهم، ما ديرش ميسا في هذا الماتش، سير ملي تكون لعب الرجاء في شي ماتش أخر من غير الديربي يديرها ب 1000 درهم، هادشي اللي كان عندهم، ماشي يجي حتى للديربي حيت ما عارفش جمهور الوداد كامل عنده الفلوس، عارفهم هذيك يقدوا عليه يديروا حتى ب 1000 درهم تيموتوا على الفرقه، ولكن حنايا ها هو جمهور الوداد ها هو مقاطع الديربي، نشوفوا دابا الجمهور تاعك واش غادي يقدر يخلص هذيك 100 درهم وصافي.